أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وزير الخارجية الأردني بعد اجتماع عمان التشاوري حول سوريا يؤكد خلال مؤتمر صحفي على أن هناك اتفاق على دور عربي قيادي في معالجة الأزمة السورية والبدء بتنسيق إعادة اللاجئين ومكافحة خطر تهريب المخدرات. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعلن مقتل الطفلة بيان طارق الفرج البلغة من العمر 11 عاماً إثر إصابتها بطلق ناري طائش في بلدة درنج شرق دير الزور. قوات سلطة الأسد تقصف بالمدفعية الثقيلة حرش بينين في ريف إدلب الجنوبي وفق مراسل حلب اليوم. السلطات الأردنية تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات مصدرها الأراضي السورية وتقتل أحد المهربين على الحدود السورية الأردنية. اعتقالات عشوائية للشبان في مدينة منبج من قبل قوات قسد بهدف سوقهم للتجنيد الإجباري بحسب مراسل حلب اليوم. معبر السلام الحدودي يعلن بلوغ عدد السوريين العائدين طوعاً من تركيا عبر المعبر خلال شهر نيسان الفائت 504 أشخاص.